السيده ديدي هي تلك السيده الالمانيه اللي وراها حكايه، اكيد هي اللي تخليها تروح تقعد وسط الغيطان وسط اطفال ما تعرفهمش وما يعرفوهاش، وتبتدي معاهم مشوار مليان الوان وانشطه وكلام واغاني. انا بس عرفت شويه اسماء. انا عرفت انت اسمك سلسبيل. اهلا يا سلسبيل، قولي لي اسمك تاني. سلسبيل. وانتي؟ فاطمه. راويه. انتي حنان، انا عرفت، بس قولي لي برضو سامعيني صوتك يا حنان. حنان. شكرا. ناديه. اديها الميكروفون خليها تقول. ناديه. زياد. زياد. انا عرفت ان كان ليكي واحده صاحبتك هنا في مصر، وهي اللي قعدت، هي اللي اخدتك اول مره ووريتك البلد وخليتك تقربي اكتر من الغيطان والمناطق الزراعيه في مصر. يس. Tell me more about this thing. I came to Egypt because it is the cultural center of the Arab world. And in my experience, I like to start schools. Schools in rural areas, in a creative way, in an alternative education way. I wanted to see the pyramids, and at the same time, since I am engaged in education, in the education field, I wanted to do something for, something here in Egypt. For children. For children. انا عرفت انك سافرتي بلدان كتيره زي الهند وغيرها، بتروحي في القرى البعيده وتعلمي الاطفال، وبعد كده تسيبي المركز ده وتروحي بلد تانيه عشان تعلمي اطفال تانيين. Yes. I started a school in Haiti, in the Philippines, in Malaysia, Thailand. And the spirit is to encourage the early childhood education and to grow the school from small and up to the higher levels. معظم البلدان اللي انت بتعلمي فيها الاطفال دول ناميه او دول سموها دول ناميه، صح؟ Yes. In my experience, I was mostly in developing countries. That's right.